اليوم إن شاء الله حنواصل في المجالات التطبيقية للعلاقات العامة. كنا تحدثنا في المحاضرة السابقة عن العلاقات العامة في الدول أو الحكومات، وتحدثنا أيضا عن دور العلاقات العامة في المنظمات الحكومية، وقلنا إنه يعني المقصود بالمنظمات الحكومية اللي هي الوزارات المختلفة التي تشكل الحكومة أو تشكل الدولة. اليوم إن شاء الله تعالى حنتحدث عن اللي هو العلاقات العامة في المنظمات العامة بصورة عامة، يعني اللي هي ممكن تكون منظمات اقتصادية، منظمات يعني ذات طابع خاصة بالأفراد، منظمات مجتمع محلي وما إلى ذلك. طبعا يعني في النهاية أي علاقات عامة في أي منظمة، سواء زي ما احنا قلنا الدولة أو الوزارات أو حتى المنظمات الأهلية أو المحلية، الهدف من وجود العلاقات العامة دائما هي تقوية الروابط والأواصر ما بين المنظمة وما بين جماهيرها المختلفة، من أجل إيجاد أو خلق الاستجابة من الطرفين لبعضهما البعض، بمعنى أن يستجيب الجمهور ويتجاوب. وهذا من خلال الكلام اللي احنا حكيناه يا بنات، اللي هو قلنا التفاهم، عنصر التفاهم وبناء الثقة، أن يتجاوب الجمهور مع مخرجات المنظمات، وأن تتجاوب المنظمة مع رغبات وتطلعات الجماهير. واضح؟ يبقى خلق الاستجابة المتبادلة ما بين المنظمة وبيئتها العاملة. تفضل، ايش بدك تسأل؟ في فرق بين اهداف العلاقات العامة على مستوى المنظمة وعلى مستوى المنظمات الحكومية ولا؟ انت كنت حاضر في المحاضرة اللي فاتت؟ حكيت انا الكلام، قلت لما بنقول على مستوى الحكومة شيء عام، واضح؟ طيب الان الشيء العام هذا لما انا بدي اقول الشعب الفلسطيني يريد تحقيق اهدافه، كيف يحقق الشعب؟ الشعب الفلسطيني شيء عام، كيف يحقق اهدافه؟ يحقق اهدافه من خلال منظماته المختلفة، احزابه السياسية، الكتل الاقتصادية او الشيء الاقتصادي العامل لصالح الشعب، المنظمات الطوعية. يبقى بتصير هذه منظمات تابعة لمين؟ تحقق اهداف الشعب الفلسطيني. يبقى لما بنقول المنظمات الحكومية بنقول وزارة التربية والتعليم، هي تحقق الأهداف الخاصة بالتربية والتعليم لصالح مين؟ الدولة أو الحكومة. طب وزارة الصحة تحقق الأهداف الخاصة بها، الأهداف الخاصة بالصحة، بالأمومة، بالطفولة وما إلى ذلك، اللي هي جزء من أهداف الحكومة ككل. طب وزارة الأشغال والعمل تحقق، وهكذا. واضح؟ يبقى أهدافها تصبح جزء من الأهداف العامة. دائما المؤسسات الفرعية أو الجزئية تمتد أهدافها من أهداف مين؟ تستمد أهدافها من أهداف المنظمة الكل، الأم، المنظمة العامة. واضح؟ أنت كعلاقات عامة بتأخذ أهدافك من أهداف المنظمة اللي بتشتغل فيها، لأن أنت جزء من المنظمة ولست كل المنظمة. تصبح هنا المنظمة كل، وأنت كعلاقات عامة جزء بتأخذ أهدافك منها. بتحقيقك لأهدافك، أهداف العلاقات العامة، يتحقق جزء من أهداف مين؟ المنظمة، جزء من أهداف المنظمة. وضحت؟ إيش العلاقة وإيش الفرق بينهم؟ هذا عام وهذا جزء خاص. طيب خلينا نرجع. يبقى المنظمات بصورة عامة يا بنات تهدف إلى تحقيق الاستجابة المتبادلة بين المنظمة وبيئتها، وأنا وضحت الآن عندما نستجيب لتطلعات الجمهور فإن هذا يعتبر استجابة من المنظمة للجمهور، وعندما يتقبل الجمهور خدمات وسلع ويتعاطى ويدعم المنظمة، إذن هذه استجابة من الجمهور للمنظمة، استجابة من الجمهور مع المنظمة. طيب كيف تتحقق هذه الأهداف؟ قالوا يتحقق من خلال هدفين رئيسيين، من خلال هدفين رئيسيين. أي منظمة بدها تشتغل عليها، بدها تشتغل على أهداف خاصة
ضمن هدف عام اللي هو بخص بيئتها الداخلية، وأهداف خاصة ضمن هدف عام تاني بخص اللي هو بيئتها الخارجية، بيئتها الخارجية كسب ثقة البيئة المحيطة ودعمها. واضح؟ طيب خلينا نشوف الآن البيئة الداخلية ودعمها. أولا كسب ثقة البيئة الداخلية ودعمها. البيئة الداخلية، ما المقصود بالبيئة الداخلية؟ المرآة العاكسة، يعني قصدك العاملين، العاملين الذين يعكسوا. أيوة، يبقى جميع العاملين في داخل المؤسسة هم يعتبروا من ضمن البيئة الداخلية للمؤسسة. طيب أيضا بس العاملين، مش الزبائن، في هنالك المتعاملين الرئيسيين، وأنا ذكرت لكم مثال، قلت لكم ربما يكون يعني مساهم واحد من نعتبره من الجمهور، لكنه بسبب مساهمة الكبيرة والفعالة يكون ذا أثر أو صاحب أثر كبير على المؤسسة. يبقى هذا يعتبر من إطار البيئة الداخلية، يجب أن نعمل على كسب تفاهمه، يجب أن نعمل على تنويره، تثقيفه، وضعه في صورة الأحداث، في صورة سياساتنا وأهدافنا، حتى يكون متفاعلا ومتجاوبا بل ومتبنيا لأهداف المنظمة، لأهداف المنظمة أو المؤسسة. طيب يبقى في عنا جمهور المتعاملين، ربما يكونوا زبائن، موردين، مجهزين، وكلاء، موزعين، مساهمين إلى آخره. هذا الهدف يتحقق من خلال، يبقى هذا هدف رئيسي يا بنات، لما بقول كسب ثقة البيئة الداخلية ودعمها، واضح؟ هذا هدف رئيسي كبير عام. الآن كيف يتحقق؟ يتحقق من خلال مجموعة من الأهداف التفصيلية. الهدف الأول يا أمجاد، اللي هو تحديد الثقافة المشتركة للمنظمة، طيب ما المقصود بالثقافة التنظيمية أمجاد؟ يعني الخطوات المنظمة التي تسير عليها المؤسسة. أها، مين بتعرف لي حاجة عن الثقافة التنظيمية؟ السياسة المؤسسة. أنا السياسة بتتبعها المؤسسة الخاصة بالمؤسسة. طيب ثقافة، ثقافة تنظيمية، القواعد والأسس اللي نشأ عليها. لا لا، طيب خلينا أوضح ما هي الثقافة التنظيمية. أيوة، ينور عليك. الفلسفة، الفلسفة، ما هي فلسفة المنظمة؟ ما هي فلسفة المنظمة؟ ما هي الفلسفة التي تعتقدها الإدارة العليا للمنظمة؟ هل فلسفتها قائمة على بعد، على سبيل المثال بعد إسلامي؟ بس دقيقة، هل الفلسفة هذه قائمة على بعد إسلامي؟ هل قائمة على بعد اشتراكي أو شيوعي أو على بعد رأسمالي أو على بعد مسؤولية اجتماعية، أنني أريد أن أقدم خدمات للشرائح المحتاجة في المجتمع؟ واضح؟ هذه تكون فلسفة. الفلسفة إذا ما بدأت يتملكها أفراد الجمهور الداخلي ويطبقوها فإنها تتحول إلى ما يعرف بالثقافة التنظيمية، وإلا الفلسفة بتضل إطار نظري. واضح؟ إطار نظري فلسفي. عمركم شفتوا فلسفة على الأرض بتطبق؟ لا. كيف تطبق الفلسفة؟ من خلال تحولها إلى مبادئ عملية. كان الرسول صلى الله عليه وسلم كما وصفتهم المؤمنين قرآنا يمشي على الأرض، أي تلبسته صلى الله عليه وسلم الثقافة الإسلامية، أصبح يطبق في جميع المجالات. وهذه الفلسفة في المنظمات، في المنظمات عندما تقدم من قبل الإدارة العليا لأفراد العاملين فإنها تتحول لديهم إلى ثقافة تنظيمية، يصبح جميع العاملين في مؤسسة ذات فلسفة إسلامية يتعاملوا مع أفراد الجمهور على أساس مبادئ الإسلام. طيب في منظمة ذات بعد رأسمالي حر
أو غربي، يبقى جميع العاملين عندهم البعد الربحي والثقافة التنظيمية تبعتهم بتقوم على أساس الحرية وأساس تحقيق ربح أكبر قدر من الربح وما إلى ذلك. طيب الشيوعية والاشتراكية يبقى بدها تطبق يعني فلسفتها ومبادئها. عشان هيك قلنا تحفيز الثقافة المشتركة للمنظمة نحو خلق القناعة بالترابط بين أهداف المنظمة وأهداف جمهورها. إيش أهداف المنظمة وأهداف الجمهور؟ أنه جمهور؟ عن أنه جمهور بنتكلم؟ جمهور الداخلي. أيوة. يبقى لا يمكن أن يطبق فلسفة المنظمة إلا من كان معتقدا بصحة الفلسفة. الحين على سبيل المثال لما أنا بدي أذكر منظمة ذات فلسفة إسلامية، العاملين اللي فيها ممكن تجيب ناس شيوعيين يطبقوا لها الفلسفة، أو ناس علمانيين، أو ناس اشتراكيين؟ لا. يبقى هي لما بتيجي بتعمل عملية التوظيف لديها، اختيار الموظفين والعمال، بتيجي بتعمل لهم اختبارات، بتشوف ما هو البعد الديني، ما هو البعد الإسلامي، ما هي القناعات الفكرية الموجودة عنده. والله وجدته إنسان ثقافته إسلامية كذا، إذن هذا يستطيع أن يحقق لي الفلسفة. يبقى بنقول بالترابط بين أهداف المنظمة وأهداف جمهورها. عشان هيك بتلقي واحد بيقول لك مخلص في أداء أعماله. ليش؟ لأنه بيشعر أنه هو المؤسسة، أني أنا المؤسسة والمؤسسة أنا، تلاقت أهدافي وأهدافها، أو تلاقت قناعاتي بأهداف المؤسسة، قناعاتي اللي أنا بعيش من أجلها ومبادئي بأهداف المؤسسة. لكن لو أنا قناعاتي تختلف عن أهداف المؤسسة لا يمكن أن أخدم. واضح؟ وخدمتي بتكون خدمة يعني مبتسرة جزئية، إني أنا بس مقابل هالراتب وبدي أمشي، لكن إني أتفانى في عملي، إني أعطي الولاء التام لعملي، ما بكونش موجود. واضح؟ يبقى أول حاجة حتى تنجح المنظمة في كسب ثقة البيئة الداخلية لابد من إيجاد الثقافة المشتركة للمنظمة، الثقافة التنظيمية المشتركة المبنية أو المأخوذة من الفلسفة العليا للإدارة، من الفلسفة العليا للإدارة. ما هذه كارثة يا أمجاد إذا كلامك هذا بده يطبق. يعني مثلا على سبيل المثال خليني أنا بدي أطبق على الجامعة الإسلامية. إيش اسمها؟ جامعة الإسلامية. من اسمها إيش فلسفتها؟ الإسلام. أن هذه الجامعة أو هذه المؤسسة، الجامعة مؤسسة، فلسفتها، فلسفة إدارتها العليا، فلسفة القائمين عليها أن يصبغوا جميع مخرجاتها، خدماتها، تعاملها كذا يكون بالطابع الإسلامي، مصبوغة بالطابع الإسلامي. جيد؟ طيب جابوا الآن ناس بدهم يطبقوا، عملوا لهم اختبارات وأنا جيت غشيتهم، عملت حالي شيخ المشايخ أو أنا إنسان بأدين بالفكرة الإسلامية واقتنعوا فيه وقالوا لي أوكي أنت موظف، وظفوني في داخل الجامعة. هنا الحين أنا في حد معي رقيب يعني سبونا من الاستديو والتصوير هذا، أنا في محاضرات تانية قادر أقول لكم هيك وهيك، والله هذا كلام غلط، والإسلام هنا وجهة نظره قاصرة، مش صحيح وجهة نظر الإسلام هنا، وأشوه الإسلام. واضح؟ أنا ما حدش بيراقبني لا كمالين، ما فيش رقيب إلا الله سبحانه وتعالى. إذا أنا وحتى الرقيب الله هذا لما أكون أنا مسلم بكون عارف إنه الرقيب الله، لكن لما أكون علماني ولا غيره الله هذا مش موجود في كياني، يعني مش كتير موجود سبحانه وتعالى. على العموم إذن في داخل المؤسسة نفسها حتى لا تستطيع المؤسسة أن تلزم العاملين، يعني هي مش قاعدة معهم 24 ساعة، لكن خارج الجامعة أو خارج المؤسسة كارثة كبرى. طبعا أنا هنا افترضي أنه المؤسسة ضبطتني وراقبتني وصرت أنا أدي حسب فلسفتها، أحكي لكم هنا العلاقات العامة وهي لها أصل في الإسلام وهي كذا ومش عارف إيش. طب لما بطلع برا بختلف عكس الكلام تماما، لا إلي علاقة بإسلام ولا إلي علاقة بمسلمين،
طيب مش هعيش في كوكب آخر، أنا عايش معاكم في نفس المجتمع. ما فيش فيكم بنات من رفح؟ فيكم بنات من رفح. وإذا مش من رفح أنا ماليش حاجات أقضيها في غزة أو في خان يونس أو في غيره؟ في حتشوفوني هي بدخن، هي والله ماشي أبصر كيف عامل في حاله، هي والله أبصر إيش بسوي. يبقى هذا بحكي لنا إشي في الجامعة وبرا إشي. إيش أنا بدي أكون قدامكم لما أجيكم للمحاضرة الثانية أو أدرسكم مساق آخر في فصل آخر؟ هتقولوا إيش شو هالجامعة الإسلامية هذه اللي أساتذتها مش إسلامية. يبقى هذه مصيبة، هذه مصيبة. الكلام اللي بتقوله أو بتعتقد أو يعني ممكن يخطر في بال واحدة فيكم إنه ممكن بس الثقافة التنظيمية تكون في داخل المؤسسة وخارج المؤسسة لا، هذه مصيبة. طيب أنا بديش أقولكم إسلام ومش إسلام. لو مؤسسة على سبيل المثال أنت تعملي في الخطوط الجوية الفلسطينية مضيفة أو مديرة مبيعات أو مديرة علاقات عامة في الخطوط الجوية الفلسطينية، الثقافة التنظيمية بتقول إنه أنت تكون أهدافك من أهداف المنظمة، تلتقي أهدافك بأهداف المنظمة. طيب لما تيجي بدك تأخذ إجازتك السنوية وبدك تسافري، الأساس إنك وين تطلعي، وين تسافري؟ على الخطوط الجوية الفلسطينية. أنت كمديرة علاقات عامة، أنا أجي أشوفك اللي أنت رايحة قاطعة مثلا لا سمح الله على شركة العال أو المصرية أو غيره، حقول لو أنها تثق في منظمتها في مؤسستها لركبت على متن طائراتها، لكن لأنها لا تثق فهي تغشنا إحنا كجمهور، تقول لنا سافروا على الخطوط الفلسطينية تمتعوا بخدمات. طب ما تيجي أنت تتمتع في الخطوط الفلسطينية مش جاية، يبقى أنت غاشة، أنت تمارسي علاقات عامة على أساس غش وليس على أساس صادق. ما هي النتيجة؟ سينفض الجمهور، المرة الجاية ثقتي مش حتكون موجودة، مش حطلع على الخطوط الفلسطينية وغيري 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 وغيري. واضح؟ يبقى هنا عشان هيك قلت لكم القدوة، عشان هيك حتى بعيدا عن العلاقات العامة الإسلامية إيفلي إيش قال ابن الغرب؟ قال ضرورة أن تطابق الأفعال الأقوال، وليس في داخل المؤسسات بل في المؤسسات وخارج المؤسسات. هذه هي العلاقات العامة. اثنين، توعية يا هبة إيش الإدارات؟ أيوة. الآن المنظمة فيها مجموعة من إيش؟ من الإدارات، من الوحدات التنظيمية الإدارية التنظيمية المختلفة. طيب لما أنا في وحدة العلاقات العامة بوعي العاملين معي، أنا كمدير للعلاقات العامة بعمل على توعية، يعني أو أقصد أني أنا بأكسب يعني هالعاملين المعايا وبخليهم ناس متفانين في خدمة هالمنظمة، متفانين بوعيهم المنظمة هذه خدمتها يعني خدمة إلنا إحنا، هذول الناس العاملين معي في العلاقات العامة. طيب إدارة أخرى بتاعت التسويق مثلا، إدارة التسويق بتقولهم لا إحنا يعني خلينا نحاول بأي طريقة نسوق، بأي طريقة نسوق ونخلص من هالشغل هذا، وربما يسوق بطريقة غير صحيحة خاطئة ترتد بالسلب على مين؟ على المؤسسة. يبقى هل أنا كسبت ثقة الجمهور الخارجي؟ ما كسبتوش. طب ثقة الجمهور الداخلي لما أنا قلت لهم هيك، طب شو بعمل هذا؟ إيش بقول هذا؟ يبقى حتى ما كسبش ثقة الأفراد العاملين معاه في وحدة التسويق. واضح؟ طيب إذا فقد العاملين في الإدارات المختلفة ثقتهم في مؤسستهم، هل حيكونوا مرآة عاكسة زي ما قالت؟ حيكونوا مرآة سوداوية لا تعكس شيء، بل تعطي صورة سيئة، بل تعطي صورة سيئة. عشان هيك قال توعية الإدارة المختلفة في المنظمة بأهمية كسب ثقة الجمهور، وإحنا بنحكي عن أنه جمهور الداخلي.
لابد انك تكسبي ثقته من خلال تحسين جو العمل، من خلال تحقيق ذاته في وظيفته، من خلال تطويره، تطوير أدائه إلى آخره. واضح؟ هذه أشياء إحنا تحدثنا عنها كثيرا لما تحدثنا عن يعني اللي هو كسب العاملين أو اللي هو الجمهور الداخلي، وإيش علاقة العلاقات العامة بالجمهور الداخلي، أو لماذا العلاقات العامة. زي أحد مبادئها قال العلاقات العامة تبدأ من الداخل، العلاقات العامة تبدأ من الداخل، وتحدثنا إيش يعني تبدأ من الداخل. ثلاثة، أيوة. طيب ليش أنت يعني بدك تعرفي أهداف المنظمة؟ ليش؟ عشان نعمل نجاح المنظمة. تعملي نجاح المنظمة كيف يعني؟ معرفة الأهداف يا بنات، كلامها صحيح، اللي هو نجاح. معرفة الأهداف يعني بتقولي أنا الهدف بدي أمشي من هنا إلى هذا الحائط، يحتاج مني إلى 8 خطوات، 8 خطوات أصل أحقق. يبقى الهدف يجعل النتيجة المراد تحقيقها شبه مرئية، شبه متصورة، متخيلة لديك. لكن بتقولي لي أنت لا في حيط ولا في حاجة، بتقولي مطلوب منك أنك تصل للحيط. أنا حطلع أني حيط؟ ما فيش حيط، يبقى أقعد. ما في حيط، ما فيش حيط اللي أنا أروح أمشيلها، اللي هي الهدف اللي أنا بدي أصل إله. إذن عندما تكون أهداف المنظمة معلومة، اللي هي خطة يعني خطة، فإن الجميع يسعى إلى تحقيق هذه الأهداف. كل حسب تخصصه، طبعا أنا بحكي على الجمهور الداخلي هنا. إذا الجمهور الداخلي عرف ما هي أهداف المؤسسة، فهذه الأهداف تصبح أهداف لكل واحد منا، وأهداف معروفة كيف ستتحقق، ما هي وسائلها، وما هي المدة، زي ما حنشوف لسه كمان شوي في إعداد خطة العلاقات العامة، ما هي المدة المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف. إذن الجميع يسعى إلى يعني تحقيق هذه الأهداف، وأيضا يصبح تحقيق الأهداف عملية مطلوبة إذا كان لها دور في تنمية المجتمع. أي مجتمع؟ ما أنا جزء من المجتمع، أنا كجمهور داخلي جزء من المجتمع. إذن هذه الأهداف تعمل على تنميتي أنا، على تطويري أنا، على تحقيق رفاهية إلي ولأولادي، وكذلك للمجتمع بصورة خارجية. 4، الاستيعاب الجيد لحاجات والعمل على معرفة مواقفه من المنظمة ومخرجاتها. أيوة، يبقى دورنا هنا دور العلاقات العامة اللي هي الاستيعاب الجيد لحاجات جمهورها. جمهورها اللي احنا بنحكي عنه لحتى الآن مين؟ الداخلي. طب هي يعني في أثناء التدريس لما قلنا لكم استعلام، هل الاستعلام فقط مرتبط بالجمهور الخارجي؟ لا، الداخلي كمان، ما عشان يكون جمهور متفاعل معي، جمهور متبني لأهدافي، جمهور يعكس صورة جيدة عني كمنظمة، لابد أني أنا أستوعب احتياجاته، عن طريق تحقيقها. الموظف بده كرسي يكون يعني مريح نوعا ما، هذا احتياج، أحط له إياه خلف المكتب بدل ما أجيب له كرسي خشب ما يقدرش يقعد، يسبب له ألام في الظهر وما إلى ذلك، هذه احتياجات. الموظف بده مروحة في فصل الصيف، هذه احتياجات. الموظف بده على سبيل المثال راتب مجزي، الموظف على سبيل المثال بده إجازة سنوية، أو كل شهر يطلع له يوم في الشهر اللي يطلع مع أولاده، يكون عنده إجازة، يكون عنده كذا، غير الإجازة الأسبوعية. واضح؟ يبقى الاستيعاب الجيد لحاجات الجمهور ورغباته ومواقفه من المنظمة،
ومخرجاتها. كمان حتى المخرجات، حتى المخرجات إذا كانت سلع أو خدمات لابد وأن دائما تعمل استعلام أو بحث. أنت مثلا موظفة في مصنع لحياكة الملابس، هذه القطع التي تحيكينها أنت كعاملة، هل أنت على قناعة بها؟ ولا أنت موقفك مخالف، بس أنت بس بتشتغلي مجرد وظيفة أو راتب؟ واضح؟ معنى ممكن أنت الشيء أنا مش موافق عليه، هذه خطيرة جدا، لأنها تؤثر على مستوى الجودة، على مستوى الإتقان والجودة. ممكن حاجة أنا أشتغلها، بشتغلها، لكن أنا مش مقتنع فيها، أنا عندي قناعة إنها ضد مبادئ أو بتحققش أهدافي العقدية أو الاجتماعية أو إلى ما هنالك. واضح؟ إذا لابد أني أتعرف على مواقف الجمهور الداخلي من السلع والخدمات حتى التي تنتجها، حتى ما يعطي قدوة أني أنا أخيط حاجة وأروح ألبس أولادي وبناتي حاجة غير عنها على سبيل المثال. واضح؟ يبقى هنا أعطيت قدوة غير صالحة، يبقى التعرف على المخرجات. الهدف الخامس في احيانا يا بنات، يعني في النقطة هذه الهدف هذا دائما في بعض المؤسسات ذات طابع مثلا اقتصادي. يعني اليوم مثلا احنا في عنا على سبيل المثال، خلينا اضرب مثال يكون من بيئتنا، في عنا على سبيل المثال شركة المطاحن، صح؟ تسمع فيها شركة المطاحن بتاعت القمح والهذا وما الى ذلك. طيب اليوم احنا كشعب بعيش على معونات وما الى ذلك، كثير من الناس بتتوقف هذه المعونات في تاعتهم بسبب انه موظف. طيب بالمقابل المفروض انا كشركة مطاحن اجي ايش اللي اعمله؟ اجي ابين لافراد الجمهور والمتعاملين معي وما الى ذلك، الجمهور الداخلي، كيفية الانتفاع وافضل طرق الانتفاع. بدل ما انا بشتغل في شركة المطاحن واروح اشتري لاولادي كيس مثلا حقه 120 شيكل من المخرجات، لماذا لا اكون جمعية تعاونية لجمهور العاملين في داخل شركة المطاحن، وبالتالي احصل على الدقيق بسعر التكلفة؟ هل انتمائي حيزيد ولا حيقل؟ حيزيد. واضح؟ يبقى هنا الشركة وضحت لي اللي هي مساعدة الجمهور على الانتفاع الجيد من مخرجات من خلال جمعية تعاونية توفر لكيس الدقيق مثلا 90 شيكل بدل 120 شيكل. وقيسي هذا الأمر على كثير من الأمور، على كثير من الأمور، بل ليس فقط على صعيد اللي هو السعر وما السعر، بل أيضا على طريقة الاستخدام، وهذه ترتبط بالجمهور الداخلي والجمهور الخارجي. كيف أنا أكون مقتصد في توفير هذه السلعة أو في استخدامي لهذه السلعة، سواء الجمهور الداخلي أو الخارجي، كيف أكون مقتصدا، كيف أستخدمها الاستخدام الأمثل؟ هذا شغل علاقات عامة. أما الإعلان بيجيش يقول لك كيف تكون مقتصدة، الإعلان بيقول لك كيف تكون شرهة في الاستهلاك، كيف تكون مسرفة، بخاطب غرائز. لكن العلاقات العامة لا تخاطب غرائز، وإنما تخاطب اللي هو العقل والمنطق وتحقيق مصلحة موضوعية. نعم. التعاونية بتكون على حساب المنظمة ولا الشعب؟ لا منظمة ولا شعب. هذه عبارة عن خدمة تقدمها المؤسسة. أنا كيس الطحين، أنا كصاحب شركة مثلا المطاحن، كصاحب شركة المطاحن، لما يجيني القمح وأطحن وأعبيه في كياس وأدفع وأطلع منه أجرة العاملين، بكلفني على سبيل المثال 80 شيكل، بكون تكلفة وصلت إلى 80 شيكل. لما أنا أبيع لك إياه ب 90 شيكل بدل 120، بكون ربحت ولا ما ربحتش؟ هاي دور الجمعية. وبل هنالك جمعيات بدل ما أبيعك إياه ب 90، لا، بدي أديك إياه بسعر التكلفة للجمهور الداخلي. هذا تزيد من معاني ومن قيم الولاء للمنظمة. واضح؟ من قيم له، من تمسك الجمهور بأهداف منظمته، وإنها قاعدة على الأقل بتخدم في ايش؟ في الجمهور الداخلي، في بيئتها الداخلية قاعدة بتخدم. واضح؟
يبقى هذا طبعا هذه يمكن قيمة أو آلية خلينا أقول يمكن مفقودة في مجتمعنا. يعني نظام الجمعيات التعاونية مش كتير موجود عندنا. فأنا بأدعوكم وأدعو كل الناس أنه يكون في هذا النظام معمول به في داخل المؤسسات الكبيرة. في داخل المؤسسات الكبيرة يعني على سبيل المثال ممكن أنت نقول لك كعلاقات عامة تكوني صاحبة إبداع في مؤسسة زي الجامعة الإسلامية عدد موظفيها قديش مثلا بيصلوا؟ يتجاوزوا 1000 ما بين أكاديمي وإداري. 1000 يعني جمهور محترم، جمهور داخلي محترم من حيث العدد. طيب لو أن المؤسسة سعت بأن تشكل لهم أو نقابة العاملين تسعى بتشكيل وحدة تعاونية، جمعية تعاونية لهم لتوفير الاحتياجات الأساسية مثلا على سبيل المثال. طبعا ولا واحد من اللي بيشتغلوا في الجامعة الإسلامية بأخذ كابونة، معروف هذا كله واقف. طيب أنا أوفر لهم مثلا جمعية تعاونية، جمعية تعاونية لتوفير الدقيق، توفير الزيت، توفير السكر، الحاجات الضرورية هذه، بدل ما أنا أخضع فيها للسوق وتأرجحاته وفيه وما فيش، أنا نهاية كل شهر بأروح على جمعية تعاونية بكون أنا باتفاق معهم حددت أني أنا بحتاج إلى كيسين طحين وإلى مثلا عبوتين زيت وإلى مثلا كذا سكر، يخصم من راتبي بسعر التكلفة. بتكون النقابة هنا وفرته بسعر الجملة، وممكن الجملة هذه اللي في السوق أكون أنا مغشوش فيها، لا سعر جملة ولا حاجة، هي تحصل جملة الجملة، واضح؟ وتملكني إياه وبس تخصمه من الراتب، بس عملية خصم، وأنا أروح أستلمه أحطه في سيارتي وأروح. بالله أنا بدي أحترم النقابة ولا بديش أحترم؟ بدي أحترم المؤسسة اللي بشتغل فيها ولا بديش أحترم؟ بده يزيد معاني الولاء والانتماء ولا بدوش يزيد؟ إذن هذه اللمسات البسيطة بكون إلها مفعول سحري في النفوس ومفعول سحري في تحقيق الأهداف وما إلى ذلك. آخر شيء يا إيمان العرقان. معالجة المصاعب والمعوقات التي تواجهها في علاقاتها الجمهورية. أيوة، اليوم واحد شغال في هالمؤسسة والله بصير على فكرة في كتير من المؤسسات، يعني شغال في هالمؤسسة وفجأة يعني مرض، فجأة مرض، والله خلص انت ما إلك عنا غير الراتب، وإذا اشتغلت كمان بتاخذ الراتب، ما اشتغلتش بتحملك أول شهر شهرين بدي لك 50% من الراتب، الشهر الثالث مالكاش عندي إجازة بدون راتب. طيب من وين أروح أتعالج؟ طيب من وين أصرف على أولادي؟ من وين من وين من وين؟ هذه مصيبة بتكون، واضح؟ طيب زملائي حولي بيراقبوا، هيه والله فلان صار معاه هيك، يا الله أهله صار فيهم هيك، اتشحططوا، بالك بأي نفسية سيؤدون أعمالهم، بأي انتماء سيقومون بوظائفهم، واضح؟ عشان هيك قال الإسهام في معالجة المصاعب والمعوقات التي يواجهها الجمهور أو المؤسسة أو الجمهور يواجهها أثناء يعني عمله في هذه أشياء مهمة جدا، إنك دائما تتلمسي حاجات الناس وتعملي على يعني حلها وتعملي على علاجها. الهدف الثاني العام اللي هو كسب ثقة البيئة المحيطة بالمنظمة طبعا ودعمها، إنه تعملي على دعم المؤسسة أي الجمهور الخارجي. طبعا البيئة المحيطة سلطات المجتمع، منظمات الأعمال، الجمهور، المواطنين، الرأي العام إلى آخره، كل هذا نسميه البيئة المحيطة، كل هذا الأمر نسميه البيئة المحيطة. طبعا هذا الكلام يا بنات لو أنا طلبت منكن إنكن تطبقنه على الشكل أو تشرحنه من خلال الشكل اللي أنا رسمت لكن إياه الدال على آلية عمل العلاقات العامة، ذكراته؟ هذا سهل ولا صعب؟ سهل، واضح؟ أنا قاعد بحكي كيف إحنا بنعلم، كيف بنحقق إلى آخره، كيف نستقرأ أو نستطلع وما إلى ذلك. يبقى الهدف الأول في هذا الهدف العام الثاني اللي هو التوضيح الجيد لإمكانيات المنظمة وإسهاماتها في تنمية المجتمع وتقدمه، لابد أن تكوني كالبيت الزجاجي،
لما بقول لابد أن تكوني أي كمنظمة، المنظمة لابد أن تكون المنظمات كالبيت الزجاجي، بمعنى أنها واضحة، أهدافها واضحة، مخرجاتها واضحة، إمكاناتها واضحة. لأنها إن لم تكن واضحة وكانت غامضة فستكثر الأقاويل وسيتوقع المجتمع منها أكثر من طاقتها. مثلا أنا بأتوقع أنه هالمؤسسة سين لديها مدخولات ولديها أرباح كثيرة هائلة جدا، أنا هيك بتوقع، فبتوقع أنه تقوم بمسؤوليتها الاجتماعية تجاهي، تجاه مجتمعي، أنها تقدم خدمات واسعة كبيرة. طب لما أنا ما أشوفش إلها خدمات وخدماتها بسيطة جدا ومحدودة، إذن أفقد الثقة فيها وهكذا ولا أتعامل معها. لكن لو هي أجت وضحت ما هي إمكانياتها، ما هي أرباحها التي تحققها، وبتخرج هذا في التقرير السنوي تبعها، بتقول أنا نسبة أرباحي مثلا تبلغ سنويا 200,000 دولار، يخرج ما مجموعه من هذه الأرباح بنسبة مثلا 20% للإسهام في تنمية ورفاهية المجتمع، يبقى أنا واضح، أنا واضح، واضح، يبقى توضيح الإمكانيات، إمكانيات المنظمة وإسهاماتها في خدمة المجتمع. 2، تفضلي، إقامة علاقات. طيب احنا قلنا انه المجتمع انا لست وحيدا الذي اعمل فيه، زي ما انا منظمة في غير منظمات، زي ما انا منظمة في حكومة بتتابعني، زي ما انا منظمة في جهات قضائية وتشريعية بتشرع الي ولغيري من المنظمات، وقضائية اتحاكم عندها وغيري يتحاكم لديها ايضا. اذا هذه الامور لابد اني اعمل على اقامة علاقات من خلال التواصل معهم، من خلال إمدادهم بالتقرير السنوي، من خلال إمدادهم بأجندة تحمل أبرز إنجازاتي وأبرز أعمالي وأبرز خدماتي وسلعي، أجندة سنوية تشوفوها اللي بتوزع هذه، مثلا بنك فلسطين أو شركة جوال بتوزع أجندة أو إلى ما ذلك، هذه كلها من أعمال العلاقات العامة يا بنات، من أجل إقامة علاقات إيجابية مع المنظمات المختلفة سواء كانت حكومية أو قضائية أو تشريعية أو منظمات أعمال مشابهة إلى ما هنالك، واضح؟ إذن الغرض منها اللي هو يعني لضمان الإنسيابية مش الإنسانية، لضمان الإنسيابية في عملها، الإنسيابية إنه عملها يبقى منسابا سهلا متواصلا مع هذه المنظمات. لكن الإنسانية دائما بتعود على إيش؟ على المسؤولية الاجتماعية، هذه لضمان الإنسيابية. طيب 3، يلا 3، لا يمكن أن تستثيري حتى تحصلي على الدعم إلا زي ما قلنا في المحاضرة السابقة، إلا إذا أعلمتي بالحقائق والمعلومات، ومن ثم بتكون تحصلتي أو حققت التوعية، واضح؟ وعيت الجمهور. إذا أصبح الجمهور عالما أو معلما وواعيا فتوقعي منه أن يدعم وأن يساند وأن يقف بجانبك. أما إذا لم تعلميه لا بحقائق ولا بمعلومات، وبالتالي بقي غائبا أو جاهلا يعني مش واعيا، فلا تنتظري منه أن يساندك، لا تنتظري منه. الجاهل لا يساند، الجاهل دائما يعادي أو يهدم، لكن العالم المتعلم الذي علم الذي وعي الذي تنور، بقول لك والله هذول بيعملوا هيك وهيك، يبقى أنا بقى معاهم. يبقى استثارة كيف نستثير؟ من خلال الإعلام والتوعية، من خلال الإعلام والتوعية، استثارة ودعم البيئة المحيطة وكل الجماهير المكونة لهذه البيئة من أجل دعم سياساتنا ودعم ما نتخذه من تصحيحات وتغييرات على السياسات وعلى الأهداف. لأنه احنا بنقول دائما أهداف وسياسات المؤسسة هي دائما في تغير دائم حسب تطلبات وتطلعات ورغبات واتجاهات البيئة. الهدف الأخير تحديد جوده السياسات المتطلبات عملها
ومستلزمات نجاحها وتحفيز مصادر توفيرها لتزويد المنظمة. هذا عبر الخطة الجيدة الواضحة يا بنات. دائما لابد أن نكون إحنا عارفين ماذا نريد وماذا سنخرج. ماذا سنريد؟ يعني ما هو الوارد لنا وما هو الخارج منا حتى تساعدنا الحكومة، حتى تساعدنا المنظمات. أما أنا أروح أقول والله إحنا بنحتاج يا حكومة كذا بدي توفري لي إيش كذا، يعني بدك تحددي، بدك أرقام، بتقولي أنا أحتاج على سبيل المثال إلى 2000 طن شهريا من الحصمة. ليش يا سيد؟ سيد يعني المؤسسة. وقول لك لأنني أعمل على رصف، أنا ماخذ مشروع مقاولات لرصف الشوارع من بلدية كذا، ويستهلك هذه الشوارع تقدير المهندسين إلها 20,000 طن من الحصمة. أما الحكومة مثلا في ظل وضع زي وضعنا توفر لك أنت لحالك 20,000 طن، طب والباقي وين؟ واضح؟ فبالتالي لابد أن توضحي ما هي متطلبات عملك حتى تحصلي على الدعم، حتى تحصلي على توفيرها. المنظمات الحكومية توفر لك، الجمهور يساعدك، إلى ما هنالك المساهمين المستثمرين. أنت بتيجي بتقولي أنا في عندي على سبيل المثال الجامعة الإسلامية هنا، بتسمعوا في مبنى الوقف أو مشروع مبنى الوقف؟ بقول أنا مشروع مبنى الوقف هذا بتطلب 1,000,000 دولار على سبيل المثال، أنا مش حافظ الأرقام. طيب ليش بتطلب 1,000,000 دولار؟ بقول لك افتح الرابط التالي، بحتاج إلى بنى تحتية كذا وكذا، بحتاج إلى تأتية كذا وكذا، بحتاج إلى 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 أجهزة ومعدات كذا وكذا، صار 1,000,000 دولار. طيب الآن أنا أصبح متطلبات المؤسسة عندي كجمهور خارجي، أنا الحين وقف، أنا بدي أتبرع، بدي أعمل صدقة جارية إلي، هاي معنى الوقف، إلي ولا أولادي أو إلي ولا أبوي إلى آخره. والله هذا الكلام عندي واضح، أنا 1,000,000 هذا بدي أتبرع منه 2% من 1,000,000، 2 من 1,000,000، يعني بدي أتبرع أوقف أنا من مالي 2,000 دولار، وغيرك 2,000 دولار، وغيرك كذا، وغيرك كذا إلى آخره، واضح؟ أيوة. عندما تحدد بوضوح ما هي متطلباتي ومستلزماتي عمل الجمهور على تحقيق هذا الأمر. لكن تيجي تقولي لي أنا عندي مبنى وقف والله بكلف مبالغ طائلة، طب قديش المبالغ الطائلة؟ والله لسه احنا بصدد عمل دراسات. طب وقتيش الدراسات؟ ان شاء الله بتنجز. طب خلص لما تنجز تعالي بلغيني وباجي بقى اقول لك انا بكم بدي اساهم معك في هذا الوقف. واضح؟ يبقى حتى تنجح المؤسسة لابد ان يكون هنالك تحديد واضح لاحتياجاتها حتى تساعدها الجماهير في توفيرها وتزويد المنظمة بها. في هذا يعني في وسط هذه التطبيقات العملية، خلينا نقول أو المجالات التطبيقية للعلاقات العامة، بتضح لنا أن هنالك يعني مهام أساسية للعلاقات العامة، في هنالك مهام أساسية للعلاقات العامة، وهنالك مهام فرعية أيضا للعلاقات العامة ولكنها تشترك بها مع إدارات أخرى مثل إدارة التسويق، إدارة الإنتاج، إدارة شؤون الموظفين أو شؤون الأفراد وما إلى ذلك. من الوظائف الأساسية طبعا مثل البحوث وتقديم التقارير والتوصيات للإدارة. البحوث هذا شأن، وظيفة البحوث شأن أساسي من شؤون أو مهمة أساسية من مهام العلاقات العامة، تقديم التقارير، تقديم التوصيات. ما التوصيات مش قلنا وظيفة استشارية؟ هاي معنى التوصية، توصية معناها أنها تقوم بدورها كجهة استشارية تعمل لصالح المؤسسة. وهنالك وظائف أخرى تشترك بها مع الإدارات الأخرى في المنظمة مثل إنتاج المطبوعات والتعريف بالمنتجات، مثل وحدة التسويق، وحدة الإعلان، وحدة إدارة شؤون الموظفين وما إلى ذلك. ربما تكون مثل هذه الوظائف أو المهام يعني مشتركة، وربما تنفرد بها أيضا العلاقات العامة. لكن الوظائف الأساسية يا بنات، الوظائف الأساسية للعلاقات العامة زي ما أنا تحدثت يعني ربما سابقا معك عنها، أول وظيفة بتيجي اللي هو علمناكم إياها الاستعلام الجيد أو البحوث، صحيح؟ يبنى على البحوث التخطيط زي ما حنشوف الآن في المحاضرات القادمة.
ما يبنى على البحوث اللي هو عملية التخطيط، ما يبنى على البحوث والتخطيط عملية الاتصال، مهمة الاتصال. الوظيفة الثالثة، الوظيفة الرابعة هو تقييم لما تم، يبقى عملية التقويم والتقييم الوظيفة الرابعة. أما الوظيفة الخامسة فهي التنسيق، فهي التنسيق بين أو مهمة التنسيق سواء داخلية أو بينها وبين الإدارات. العلاقات العامة في المجال الطوعي يا بنات، العلاقات العامة في المجال الطوعي، وهذه مهمة جدا. ليش؟ يمكن في مجتمعنا مثل هذه المنظمات الطوعية، مثل هذه المنظمات الطوعية هي منظمات منتشرة، منظمات كثيرة، وبأقول العلاقات العامة فيها مهمة. لماذا؟ لأمر معين. هذا الأمر هو أن المنظمات الاقتصادية أو العاملة في مجال السلع تستطيع أن تقيس نجاحها كم أنتجنا من السلع، صحيح؟ وكم حققنا من الأرباح. يبقى أنا إذا سلعي ماشي في السوق وبصورة كبيرة يبقى أنا ناجح، أنا حققت أرباح كثيرة أنا ناجح. طيب المنظمات الطوعية بتبيع سلع؟ بتبيع سلع، بتقدم خدمات، لا تبيع خدمات، تقدم خدمات. يعني الآن لما أنا كمؤسسة مثلا لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، لما أجي أقدم مثلا سماعات، أعمل على توفير سماعات لأصحاب مثلا الإعاقات السمعية، أو توفير أدوات مساعدة على الحركة لأصحاب الإعاقات الحركية في أيدي أو في أقدام إلى ما ذلك، هذا توفير خدمات وليس بمقابل، مش قاعد أبيع. طيب أنا كيف بدي أقول للناس أني أنا بقدم خدمات، ومن أين سآتي بهذه الخدمات؟ الخدمات هذه بدها ناس يدعموا يساهموا يتبرعوا، واضح؟ يبقى أنا بتكلم عن شيء يعني مش مادي، مش لا أستطيع قياسه، بعت كذا سلعة ووفرت كذا ربح أو حصلت كذا ربح، لا. يبقى أنا بحكي عن أشياء يعني غير محسوسة، أشياء غير محسوسة. هذه الأمور بتخلي صعب يعني على المؤسسات مثل هذه إنه العلاقات العامة يعني تكون فيها يعني نجاحها يتوقف على أمر معين، مش على كم تبيع وكم تحصل ربح. نجاحها يتوقف على أمر اللي هو قضية البحوث التي تجريها العلاقات العامة، تستطلع من خلال هذه البحوث ما هو رأي الجماهير بما تقدمه المؤسسة من خدمات، بما تقدمه المؤسسة من خدمات. يبقى دائما نعمل استطلاع لمعرفة ما هو موقع هذه المؤسسة أو هذه الجمعية أو هذه المنظمة من الجمهور، من الجمهور هل هو راضي أو غير راضي. على سبيل المثال طبعا هنالك مجموعة من الأهداف لابد أن تعمل هذه المؤسسات على تحقيقها حتى تستطيع أن تنجح. الهدف الأول قال غرس الشعور بالمشاركة والمسؤولية، غرس الشعور بالمشاركة والمسؤولية. طيب كيف هذا الكلام؟ كيف يتحقق هذا الأمر؟ يعني لما أنا ذكرت على سبيل المثال مؤسسة بتهتم بمساعدة يعني ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني إذا أنت قعدت وساكتة كيف الجمهور بده يدعمك؟ كيف الجمهور بده يقدم لك خدمات؟ يبقى أول حاجة لابد أن تعمل حملة إعلامية، حملة إعلامية أنه يا جماعة في نسبة معاقين في المجتمع الفلسطيني على سبيل المثال جراء الحروب، وأقدم في برامج خاصة تلفزيونية أو إذاعية أو عبر صفحات المجلات أو الجرائد أقول في عندي نسبة كذا إعاقات حركية، نسبة كذا إعاقات سمعية، نسبة كذا إعاقات بصرية، هذه الشرائح تحتاج إلى من يرعاها، إلى من يتبناها، إلى وأخرج إلى كمان بس مش المجتمع الفلسطيني بل إلى المجتمع من حولي الإقليمي والدولي إني أتبنى، زي مثلا مشروع إرادة في الجامعة هنا، مين اللي بتبنيه؟
تركيا. تركيا لو لم نعلم، لو لم نوفر ما هي احتياجاتنا، كان تركيا جت عملت لنا اياها هيك؟ لا طبعا. يبقى لابد من الاعلام ايضا. كيف نحقق الشعور بالمسؤولية؟ اعلام، يعني اعلام. يبقى هذا الامر او هذا الامر يعني يجب ان نهتم فيه في برامج العلاقات العامة، اللي هو غرس الشعور بالمسؤولية، انه نخلق المواطن الذي يتحمل المسؤولية من خلال، انا قلت لكم، اعلامه، ومن بعد اعلامه توجيه توعيته. اذا اصبح واعيا فيسهل علي ارشاده، فيسهل علي ارشاده وتوجيهه، انه اقول له بدامك عرفت، بدامك وعيت، مطلوب منك ان تتبرع، مطلوب منك ان تتصدق، مطلوب منك ان تكفل اسرة او تكفل حالة او كذا الى ما هنالك. واضح؟ يبقى لابد من هذه الامور حتى يكون هنالك مساهمة ايجابية من قبل الجمهور مع هذه المنظمة. طبعا هذا الاعلام بتم زي ما هو مكتوب امامكم، يعني كتيبات مصورة، افلام وثائقية من خلال الاعلام الاذاعي، الاعلام التلفزيوني الى ما هنالك. واضح؟ الان طبعا في عنا المواقع الالكترونية وما الى ذلك، وكل المواقع التي تتحدث باسم المؤسسة. الشيء الثاني، تنظيم الزيارات، وهي امر مهم جدا، امر مهم جدا في عمل المؤسسات الطوعية، قضية تنظيم الزيارات. لانه انت الزيارة لما بدك تنظميها، هل بتنظميها للجمهور العام ولا لجمهور نوعي مخصص محدد؟ مخصص ومحدد. واضح؟ انت لما بتجيبي رجال اعمال مثلا اجوا في زيارة لغزة، بتيجي بتفرجيهم بعض الكذا، كانت النتيجة مشروع ارادة. واضح؟ يبقى هذا رجل الاعمال او هذا تبع مدير الجمعية، لما انت فرجتيه، عملتي له زيارة مثلا لجمعية بترعى ذوي الاحتياجات، كانت النتيجة هناك انه هو اصبح لسانك، اصبح مرآتك العاكسة في تركيا، انه جلب لك التمويل وعمل لك مثل هذا المشروع. وهذا مشروع يا بنات بتتحدث فيه عن ملايين، مش عن بضع مئات من الدولارات او الوف من الدولارات. واضح؟ تأهيل مباني، سيارات وما الى ذلك، دراسة، تأهيل هؤلاء المعاقين الى اخره. واضح؟ يبقى بتحكي عن اشياء كبيرة. يبقى اسلوب تنظيم الزيارات، لانه الذي يرى ليس كمن فقط يسمع، الذي يرى يصبح هو العين او هو الفيلم الوثائقي الذي يبث للناس. اذا شاهد واقتنع بما شاهد يصبح هو يعني الناقل لك، هو المسوق لك كمؤسسة لدى الجماهير الاخرى. لانه عشان هيك قلنا من المفيد دعوة قادة الرأي العام، الشخصيات ذات الاثر التي تؤمن بالخدمة الاجتماعية وبالمسؤولية الاجتماعية، الناس اللي بيهتموا في هذا المجال. يعني ذكرت لكم ربما مثال، يعني كيف ابرز ايفيلي واشهر روكفيلر من خلال اخده، بدل ما هو يدفع الضرائب للحكومة الامريكية مباشرة، طبعا تعال ادفع الضرائب لكن بطريقة للحكومة بطريقة غير مباشرة، تعال قدم شيك ب100,000 دولار لهذا الملجأ للايتام، وقدم هنا شيك ب100,000 دولار مثلا لهذا البيت من رعاية الكبار والعجزة، وقدم هنا. طيب ما بتطلع في النهاية المجموع بيجي يقدم للحكومة اني انا تبرعت لكذا ولكذا ولكذا، وفعلا بروح براجع الحسابات بلاقوا انه هذه المؤسسات، الملجأ ودور العجزة ودور المسنين، دخلها تبرعات من روكفيلر، نزل هذا من الضرائب اللي مطلوبة من روكفيلر، تطلع مثلا 90% او 100% من الضرائب. يبقى انا طلعت دافع الضرائب، انا ايش خسران؟ انا الضرائب دافعها. لكن هنا نباهة وفطنة العلاقات العامة، بدل ما تقعد ساكت ويصبح عملها روتيني، لا تعالي تعالي اخليك اشهر قدام الجمهور، اشهر قدام شعبك، اشهر قدام كذا، وفي النهاية انا مش دافع الا ايش؟ دافع الضريبة اللي هي هيك هيك، لو ما دفعتهاش حنحبس. لا طب انا ادفعها واخذ شهرة، ادفعها واخذ زي ما بيقولوا دعاية. والله ما هنا دوركم، هنا دوركم، هنا دوركم. يعني الحكومة تقتنع يعني انه يعني مثلا بدل
الضريبه المتدفعه في الغرب زي هيك، في الغرب يعني جاد زي هيك. هنا عاد كيف بعرفش، هنا كيف هل الضرائب، ما هنا في ألف وسيله وسيله تتملصي من الضريبه. ماشي، يبقى هذا الاسلوب الثاني اسلوب تنظيم الزيارات، الاسلوب الثالث اسلوب تنظيم حملات التبرعات، وهذه من خلال يعني من خلال ما يعرف بتنظيم الاحداث الخاصه، من خلال ما يعرف بتنظيم يعني او اسلوب تنظيم الاحداث الخاصه، زي الحفلات، زي الحفلات، زي مثلا اللقاءات الخاصه، اللقاءات الخاصه. طبعا يعني مش اي واحد انا بدي ادعيه الى اسلوب تنظيم حملات التبرعات، يبقى بدي ادعي انا الافراد الاثرياء، بدي ادعي رجال الاعمال، بدي ادعي قادة الرأي، بدي ادعي كل هؤلاء الناس، وفي النهاية انا بافتح مثلا يعني مجال للتبرع وما الى ذلك لصالح مشروع من المشروعات، يبقى بحقق لي اللي هو هدف دعم هذه الجمعيات في المجال الاجتماعي والطوعي. اخر حاجة يا بنات عشان نختم في هذه المحاضرة، المجالات التطبيقية اللي هو المجال الأم، العلاقات العامة في المجال الأم يا مقداد. ماشي، ليش بنقول عنه المجال الأم؟ لأن بداية العلاقات العامة عندما بدأت كانت في أحضان السياسيين، كانت من أجل ترويج للسياسيين، كتابة خطابات السياسيين، الإعلام عن السياسيين، بعد ذلك انتقلت إلى المجال الاقتصادي. يبقى هذا أنا بقوله بالنسبة للعلاقات العامة هو المجال الأم. في كثير من الدول طبعا اللي بتأخذ بالنظام الديمقراطي، الديمقراطي معنى الكلام أني أنا بدي أكون هي بضاعتي، هذه بضاعتي أقدمها للشعب، الشعب يقبل أو لا يقبل، الشعب يريد مني أن أعدل أو لا أعدل. هنا تأتي دور العلاقات العامة، بمعنى ما هو برنامجك الانتخابي كمرشح للبرلمان أو كمرشح للرئاسة أو إلى آخره. واضح؟ يبقى النظام الديمقراطي تعدد الأحزاب، خصوصا هنا الأحزاب تنافس، ما هو برنامج هذا الحزب وما هو برنامج هذا الحزب، ما الذي يجعل هذا الحزب يتقدم على غيره من الأحزاب. إنها هنا يأتي دور العلاقات العامة، هنا يأتي دور العلاقات العامة، كيف أقنع هذا الحزب بلمسة بسيطة يبين أنه يهتم بمصالح الجماهير فيحصل على الصوت الانتخابي، وحزب آخر ربما يكون أغنى وأكثر انتشارا لكنه لم يظهر هذه اللمسة فلا يحوز على أصوات. واضح؟ هنا تأتي دور العلاقات العامة. تعتبر المقدرة أيضا على الخطابة، المقدرة على الخطابة أيضا أنه هنا يعني كيف العلاقات العامة تنمق وتصيغ خطابات السياسيين، خطابات السياسيين بحيث يكون هذا الخطاب مقنعا مؤثرا قائما على الحقائق وما إلى ذلك. إذن هذا الخطاب، العلاقات العامة وأخصائي العلاقات العامة أصبح لا غنى للسياسيين عنهم بسبب دورهم في التأثير على الجماهير، بسبب اطلاعهم في طرق التأثير على الجماهير وما إلى ذلك. بهيك احنا بنكون ختمنا معاكم العلاقات العامة في المجال السياسي.